أنا اسمي خليل عبد الخالق والنهاردة هاجي أحكي لكم عن قصة رحلة كلنا بنعدي فيها. الرحلة دي ابتدت من 20 سنة. الرحلة دي رحلة البحث عن الذات، مش رحلة سهلة، بس أكد لكم أنها بتبتدي وعمرها ما بتخلص، ودي حاجة كويسة. هرجعكم 20 سنة وأنا في بكالوريوس طب وجراحة، دخلت آخر سنة في الكلية، منظم نظام مفيش بعد كده، جداول متعلقة على الحيطة، أكل بمعاد، شرب بمعاد، كلام الناس بمعاد، بسلم على الناس بمعاد، والناس بتصبح عليا في مواعيد معينة، لو عدوها ما ينفعش تصبحوا عليا عشان عندي مذاكرة. لحد قبل الامتحان بأسبوعين كنت بكلم أختي في التليفون وبتقول لي هي قد إيه فخورة إن أنا هتخرج من كلية طب وهبقى دكتور. وبعدها ب3 ساعات اتوفت هي وبنتها في حادثة عربية، والدنيا كلها سودت في الوقت ده، وحسيت إن مش عايز أكمل، ملهاش لازمة. لكن حسيت بصوتها بيكلمني وبيقول لي أنا فخورة بيك وعايزاك تكمل، ودي حاجة عظيمة أنت بتعملها. دخلت الامتحانات، وكانت امتحانات مختلفة عن أي امتحانات دخلتها. الامتحانات دي ما كانتش امتحانات، كان طريق أنا داخل عشان أحقق بيه حاجة، لكن ما كانش فارق معايا نتيجة الامتحان. والغريب لما الواحد ما بتفرقش معاه نتيجة الامتحان بيعمل كويس قوي، إحنا بس تملي بنبقى بنفكر في المشاكل بتاعت الامتحان، أتليست الدكاترة ويمكن الرجالة مش الستات زي ما قلنا النهاردة. فكملت، اتخرجت، عملت زي الفل، كويس، دخلت نيابة طب أطفال، عملت الماجستير، وقاعد شغال 18 شهر من الشغل المتواصل، رسالة، إشاعات، تحاليل، مبسوط جداً باللي أنا بعمله، مبسوط إن أنا بحقق حلمي إن أنا هبقى دكتور واخدم الناس. لحد قبل مناقشة الرسالة بأسبوعين، في حاجة غلط قبل ما بيحصل لي أي حاجة بأسبوعين، وابتديت أقلق. الرسالة بتاعتي اتسرقت، وكل ورقي وكل الشغل اللي اشتغلته مش موجود. وطبعاً ده كان زمان، ما كانش بقى في دروب بوكس وجوجل والكلام ده، كان لسه ورقة وقلم يعني. والدنيا سودت لحد لما جالي تليفون وقال لي لقينا الرسالة بتاعتك. كويس، الحمد لله، الدنيا هي مش وحشة قوي يعني، بس لقيناها، تعال لنا في المكان الفلاني. المكان ده كان مكان غريب قوي، كان زريبة كبيرة، وفي ركنة الزريبة دي كان في معزة، والمعزة كانت عضة في ورق الرسالة. وانا طول عمري بحب المعيز، بس ما كنتش فاكر ان في معزة هتعلمني درس، بس المعزة دي علمتني الدرس. بصيت وخدت الرسالة وكملت، وحتى لو من بق معزة، وحتى لو معزة، اتعلم، وتعلم من اي حد، وتعلم من اي موقف انت تحط فيه، واقلب الموقف ده لصالحك. الحمد لله، خدنا رسالة، ناقشنا الرسالة، كله تمام، مفيش مشكلة. الدكتوراه، سجلت الدكتوراه، قاعد شغال، وقبل مناقشة الدكتوراه بأسبوعين لسه مخلص، بحط آخر نقطة. وطبعا زي أي راجل طبيعي بصيت لمراتي وقلت لها ممكن يلا نخرج نتفسح، أنا بقالي شغال كتير قوي، ونرجع بكرة. قالت لي هتطبع آخر نسخة دلوقتي حالا قبل ما ننزل. طبعا زي أي راجل عاقل سمع كلام مراته تماما، طبعت النسخة ونزلت عشان أرجع ألاقي بيتي كله محروق، كل الكمبيوترات ضربت، ولكن اللي فضل الرسالة اللي طبعناها. ومن يوميها وأنا بسمع كلام مراتي على طول. الحمد لله ناقشت الرسالة والموضوع عدى، والحقيقة الحمد لله ما كانش فيها خسائر غير في الكمبيوترات. وبعدين حسيت ان ماشي، ما فيش حاجة قوي، ما اوكي خلاص الحمد لله. فابتديت ادور، لقيت ان انا ممكن اعمل زمالة طب الاطفال بتاع الكلية الملكية لطب الاطفال في انجلترا، something different، something مختلف عن اللي انا بعمله. قدمت عليها وابتديت اذاكر طريقة مختلفة، concept مختلف. طبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل قبل الامتحان بأسبوعين.
ما حصلش حاجة وحشة المرة دي، كان نوع من أنواع التغيير، بس اكتشفت حاجة مختلفة تماماً. اكتشفت حاجة غيرت لي حياتي تماماً. اكتشفت إن أنا في أحلى مهنة. اكتشفت إن مهنة الطب دي مهنة جميلة قوي، بس اكتشفت إن جمالها في الارت اوف ميديسن مش الساينس بس. والارت اوف ميديسن مختلف، ولقيت إن دي أحلى حاجة في الدنيا. كملت، نجحت، الحمد لله، الدنيا مشيت، ما فيش حاجة حاصلة، الناس بتشوفني عامل ايه؟ كويس. اخبارك ايه؟ ماشي الحال. اساتذتي بيسالوني ها ايه الاخبار؟ شغال؟ اه. كويس؟ اه. طب ايه مالك مش كده؟ اصل حاسس ان ايام بنقضيها، ايام وماشيه، ايام وبتعدي. خلصت الامتحانات، علقت الشهادات، وابتديت اشتغل. في حاجه ناقصه، في حاجه مش لاقيها، في موقف مش حاسس بيه. حاسس ان ممكن اعمل اكتر. انا دكتور، شغلتي اساعد الناس، بس عايز اساعد الناس اكتر، عايز اوصل لاكبر عدد من الناس، عايز اوصل الارت اوف ميديسن لاكبر عدد، لاكتر ناس هم محتاجينه بحقه حقيقي. لحد لما في يوم من الايام، وزي اي دكتور يمكن فيه دكاتره وفيه مش دكاتره، بتفرج على التلفزيون وبدور على حاجه اتفرج عليها، وطبعا كدكتور لازم ادور على حاجه طبيه، فبتفرج على مسلسلات طبيه، ومره واحده الدنيا نورت، ولقيت ان انا، طب انا لما انا دكتور وعايز اخدم الناس، ليه ما اعملش شركه تخدم الناس، اوصل لاكبر عدد من الناس. 5 ثواني خدت قرار ان انا هعمل شركه، عشان عاده بعد 6 ثواني بقول لا 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 بلاش الافكار دي. 5 ثواني خدت قرار ان انا اعمل الشركه. كلمت اصحابي تاني يوم الصبح، 3 نفر وانا يعني، قعدنا في الاوضه وابتدينا نحلم ونرسم ونفكر ونكبر، وما بنوقفش احلام. بس ليه؟ عشان لقيت الناس الصح اللي بتشاركني حلمي، الناس الصح اللي نفسها تعمل حاجه صح. ابتدينا، وعايز اقول لكم ان اول لما ابتدينا اسسنا شركه اسمها طبيبي 24/7، وشفنا كل الاوجاع او كل المشاكل اللي عند الناس. مش قادرين يروحوا عيادات، هنروح لهم البيت. مش قادرين يعني عايزين يوصلوا الدكتور الساعه 3 الصبح، هنعمل 24 hour call center. بيعيوا في الساحل، هنروح لهم الساحل. تاريخهم المرضي مش موجود، هنعمل electronic medical records. كبار في السن هنروح لهم. محتاجين تمريض، هنجيب لهم. ما كانش في حاجة بتوقفنا، لأن كان عندنا حاجة واحدة بس، العيان تملي هو أهم حاجة، ومهنة الطب هي أهم حاجة، إن إحنا نخدم العيان ونقدم له أحسن خدمة إحنا ممكن نقدمها. ولو إحنا كلنا نازلين من بيتنا عايزين نقدم الخدمة الكويسة دي لكن مش قادرين، يبقى نجتمع كلنا ونعمل تيم يقدر يقدم الخدمة دي. نقدر نعمل بالتيم السوبر دكتور متواجد طول الوقت وبيوصل لكل حد. بعد السنه الاولى كنا كل 7 لـ 8 أيام بيجي لنا تليفون ان في حد عايزنا، وبنقعد طبعا ايه بقى، رنه التليفون دي احلى رنه في العالم. رنه التليفون لما تعمل حاجه ويجي لك حد طالب الحاجه اللي انت عاملها دي، احلى احساس في الدنيا، احلى من اي حاجه في الدنيا. لازم تلاقي اللي انت بتحبه، لازم تلاقي الهدف بتاع حياتك، لازم تلاقي انت عايز تعمل ايه وتكمله وتعمله. الرنة دي لحد النهاردة لما ببقى ماشي في أي حتة وحد معاه موبايل قديم، لأنه هو كان موبايل قديم، الرنة دي بتاعت نوكيا دي بترجعني أحلى لحظات حياتي. لحد النهاردة مع كل فيزيت إحنا بنطلب فيها، we celebrate and we will deliver the art of medicine للناس اللي محتاجاه. We will help people. ودي كانت أهم حاجة فينا. النهاردة إحنا 66 واحد، احنا عاملين 75,000 زيارة، احنا بنوصل لكل الناس. قد ايه لما بكلم حد بعد ما يعمل زيارة عشان اخد رأيه ويقول لي ربنا يخليكم انتوا ساعدتوني، او انتوا انقذتوني الساعة 3 الصبح، او انتوا وصلتوني المستشفى في الوقت الفلاني، قد ايه ساعدتنا، وقد ايه بنحاول نقدر نكمل في الحتة دي. طبعا الصعوبات ما احكي لكمش بقى، يعني ما فيش حاجة بتمشي صح، كله بيمشي، بس هي مش صعوبات، هي الواحد بيتعلم فيها.
والواحد طالما عارف هو عايز يوصل لإيه وحابب اللي هو بيعمله مش هيحس إنها صعوبات، هيحس إن كلها تعاليم، كلها مكان أكتر نقدر نتحسن بيه، كلها حاجة بنكبر حاجة أكتر. أهم حاجة that you have mentors تسألهم ويصبروك على الوقت اللي انت فيه، ان انت تلم الناس اللي بيحلموا نفس الحلم بتاعك حواليك وهم دول اللي هيساعدوك. I'm very proud to be part of a community that believes in the art of medicine معايا. Thank you very much.